منذ الإعلان عن لقاحات كورونا لا زال هناك شائعات تظهر لنا كل أسبوع عن هذه اللقاحات، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي واختلافها وفعاليتها وأنها تسبب مضاعفات وبعض الممارسات الخاطئة مثل عمل مسحة قبل أخذ اللقاح وغيرها الكثير. ولكن وزارة الصحة السعودية لا زالت تحارب هذه الشائعات وفي كل مرة تثبت عدم صحتها، وأن اللقاحات الموجودة آمنة وفعالة، وأن حملة التطعيم في السعودية لم تبدأ إلا بعد التأكد من سلامة هذه اللقاحات. في تجربتنا لهذا الأسبوع راح نكون معاكم خطوة بخطوة في مراحل أخذ اللقاح وسهولة الحصول عليه وفي وقت وجيز جدا. البداية راح تكون من هنا من مدخل مركز اللقاحات بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. ثلاث دقائق من دخولنا إلى هذه اللحظة. الحمد لله التجربة ممتازة والتنظيم ممتاز صراحة، وأنصح الناس صراحة أنهم يأخذوا اللقاح وما ينجروا وراء الشائعات يعني صراحة، لأنه يعني الدولة هدفها من اللقاح هذا هو تحصين المواطنين، مو معقول حتجيب لك شيء يعني يضرك او شيء، بعدين ما جات هذه الاشياء الا بعد دراسات وبعد ابحاث معمقه. تجربه الحمد لله موفقه والحمد لله ما جاتني اعراض ولا سخونه ولا يعني من الكلام اللي بنسمعه، طبعا يختلف من شخص للتاني بس الحمد لله كل شيء كان تمام. والله تجربه رائعه من لحظه انه ناخذ الموعد عن طريق تطبيق صحتي للحظه اللي تاخذ الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، تنظيم عالي المستوى جدا، انا فخوره يعني. والله اليوم كانت الجرعة الثانية من اللقاح، يعني أنا لو كنت حأجري ورا الشائعات كان ما أخذت أصلاً الجرعة الأولى، والجرعة الأولى يعني كانت بسيطة صراحة، هذه تجربتي الشخصية. ما أتوقع يعني بيكون شيء في ضرر على المواطن وبيجيبوا الصحة عندنا والوزارة يعني. انتهت رحلتنا اليوم في مركز اللقاحات لأخذ لقاح كورونا، وكانت تجربة في وقت قصير جدا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة للحصول على هذا اللقاح. وكما قال وزير الصحة السعودي